يسجل كرة القدم. سنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي ولع نار. مساء الخير، حلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي، والنهاردة كالمعتاد جاي عندي حزن شديد جدا الحقيقة وخجل، مش عارف افتح الحلقة ازاي، مش عارف نتكلم ازاي. تقريبا حازم امام في وعكة صحية كبيرة جدا، غير انه عنده دور برد بس ما بيقومش. حازم امام يا جماعة انتهى اكلينيكيا، حازم امام في ظروف غامضة، الثعلب ما بقاش ثعلب، تعبان فعلا يا سيف والله. وبعدين انفلونزا وانت بتجري كتير فمش مركز. ايه بقى؟ بس الاسبوع اللي فات على مستوى العالم كله يعني اسبوع غريب جدا، وحش جدا، ارقام ضعيفه جدا. الدخله دي بقت على طول احنا متعودين عليها دلوقتي. ظروفي صعبه جدا والله يا اسامه، مطبق من امبارح. معظم الماتشات كلها دخل فيها جوان، فانت كل الباكات والجوان عندك ما جابوش الكلين شيت، فمفيش غير يمكن ثلاث ماتشات او ماتشين بس هم اللي فيهم كلين شيت او ثلاث فرق فقط، وبالتالي معظم الناس خليك 5-4 عادي. جمهور الزمالك كانوا بيغنوا له يقولوا له ايه العو اهو، صح العو اهو العو اهو. جمهور الزمالك كان بيغني جمهور الاهلي والزمالك بيسخن العو اهو. انا عندي امل اسبوع العو اهو، اخف بس اخف وافوق العو اهو. لا اسبوع غريب جدا بجد والله بجد. يعني ميدو كام؟ 34 وانا 29، اثنين ارقام وحشه جدا. بس هو دلوقتي عالي عليك 4-3 5-4. ما يا ابني في 4-3 ليه بقى؟ ايوه انا عايز افهم. انت عايز تكسبه ومش موجود؟ هو بيجي يعني يلعب بنفسه؟ ما هو بيبعت البتاع في الابلكيشن. يعني انا مش فاهم يعني مش مركز. تعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه وانت قاعد بتعمل الفرقه؟ ايه اللي ما جاش فين؟ يبعت ما جاش فين؟ انا مش عارف ما جتش فين؟ ما انت بتعمل وانا باجي فين يعني؟ واحنا قاعدين من بعيد بنلعب. لا بس كنت واي كلام امشي اي كلام يا معلم وخلاص. ايه الظروف الخاصه؟ لا انت عارف ايه القصه اللي مش عارفها؟ حاسس ان انا متخانق مع الولد اللي ماسكه المطبخ يا ابن الناس. والله على وكيل. لا انا عملت وايلد كارد. ببتدي اعتمد على نفسي مش عارف حاجه. لا عملت وايلد كارد، فالوايلد كارد مش ماشي معايا خالص، مع اني حطيت اجويرو واوباميانج وابراهام وسان وستيرلينج. قلت اكسر الدنيا من ساعه ما حطيت الخمسه دول، مفيش حد بيجيب اكتر حاجه نقطتين. في حاجات انت ظابطها كويس جدا، الشيب بتاع جسمك والجيم والكلام ده كله، وفي حاجات مش عارف تظبطها الفانتسي. لا هو لو ظبط معايا بس واحده ان الخمسه دول اشتغلوا كويس. لا تركز في كله. عايز في ده بص الشامبيونز ليج شايفين عامل هاتريك يا عم. عايز انت امتك اللي انا امبارح ستيرلينج عامل جونين باين وصال عامل جون وجايب جون. عايز تمشي كويس هنا ما تروحش الجيم اسبوع هتشوف شغال زي ما انت بتقول. انا خسيت خالص. ايه بقى انت اسباب تفوقك يعني؟ مركز يعني مركز يا ابني. ده عمل ثلاث فرق في حياته بيجي له فيزز. يا ابني ده عمل ثلاث فرق في السنه ما تحصلش في 6 شهور. مركز يعني. بص انا الفريق بتاعي بص انت عارف مش عايز يخليك حتى يعني بص يقول لك ايه يا عم ثلاث فرق. يعني انت لما كنت بتكسب كنت بقى فرحان. لا ما كنتش فرحان. والله كنت مين فرحان لك؟ انت جاي زعلان ومدلدل وتعبان ومش عايز تكمل الحلقه. انا كنت جاي مدلدل. ايوه كنت تيجي مدلدل وبتاع. يعني انت دلوقتي بصراحه دي فائت كده شويه. انا هتغلب في كله، كنت مغلوب ماتش الزمالك وهتغلب في الفانتسي كمان. ظلم الفريق بتاعي. الجول كيبر هيتون طبعا زي ما هو، استون فيلا 3 نقط، واستون فيلا عاملين ماتشات كويسه جدا. سيونشو من ليستر سيتي نقطتين، ماتب عامل ماتشات كويسه من ليفربول نقطتين، ويليامز من نيوكاسل نقطتين، برناردو سيلفا من مانشستر سيتي جاب لي 6 نقط، ايوبي من ايفرتون 3 نقط بيرجع للحياه مره ثانيه مع ايفرتون بعد رحيله من ارسنال، كانتول من نورويتش سيتي 3 نقط، سون طبعا هنغيره الاسبوع ده لانه كابتن. انا عندي سون برضه هشيله غالبا. لا وكمان انا عامله كابتن كمان. انت عندك صلاح ما لعبش كمان. وصلاح انا عندي اجويرو ما لعبش خالص وانا عامله كابتن كنت. خط الهجوم خيمينيس من وولفرهامبتون عامل ماتشات كويسه جدا وبنالتي تيكر. جاب بنالتي بيحط البنالتي بطريقه غريبه جدا. عندك فيرمينيو 7 نقط. فيرمينيو الاسبوع اللي جاي هعمل فيرمينيو كابتن. لان فيرمينيو عند توتنهام ماتش مفتوح. فيرمينيو انا حاسس ان هو هيجيب جوان. وابراهام من تشيلسي جاب لي نقطتين. حازم فرقتك. انا بوب جون بيرنلي جاب نقطه رايح خسر طبعا ما عملش كويس. لاندستروم يمكن شيفيلد عامله رابع ماتش
كلين شيت. هو ده اللي فوقك. هو ده الوحيد اللي جاب لي ست نقط. ست نقط. سويتش زي عجبني المدرب بتاع شيفيلد ده يا حازم. المدرب بتاع شيفيلد. انت عارف ان هو خدهم من الدرجه الرابعه من ليج 2؟ لا والله. يعني هو خدهم ليج 2. تواصل. خدهم من ليج 2 طلع بيهم ليج 1 وبعد كده طلع بيهم تشامبيون شيب وبعد كده طلع بيهم بريمير ليج. لا ويتعمل اربع ماتشات كلين شيت في البريمير ليج حاجه صعبه يعني. المدرب يكمل كل ده بصراحه يعني. يعني واخدهم من ليج 2 يعني كان مدرب يعني مدرب. هم يصبروا عليه برده شيء كويس ان هم يفضلوا. على فكره طلعهم الاربع سنين ورا بعض. يعني كل سنه هيجاب بريموتد. من ليج 2 ليج 1 وليج 1 للتشامبيون شيب ومن تشامبيون شيب اول سنه راح طالع بريمير ليج. فعلى فكره شايف اليونايتد الاونرز يعني سعوديين. والله طبعا الاونرز الاونرز السعوديين يعني مش عارف اسف مش فاكر اسم الاونر. حط الوست. طيب انا يمكن ستيرلينج لما انا حط اجويرو كابتن فكنت حاطط فايس ستيرلينج فخد هو كابتنه عمل جول ففادني بخمس نقط يعني. كانتويل ثلاثه. جورجينيو في تشيلسي جاب ثلاثه لان حصل كلين شيت كويس. سان زي ما ميدو قال برضو خد نقطه واحده مش شايف مع توتنهام مع انه امبارح في الشامبيونز ليج مكسر الدنيا. ويارمولينكو وست هام هو نزل كمان سون ما بداش اساسا. ويارمولينكو نزل برضو ماتش جاب نقطه. هو توتنهام مش شايفين. اوباميانج جاب نقطتين وابراهام حطه لا كنت حاطط سوري كنت حاطط ابراهام كابتن كنت ما بين اجويرو وابراهام حطيت ابراهام كان عنده ماتش سهل وضيع واحده في الماتش الجون فاضي حطها راح واحد جاي من معلش شايلها من فوق لو دي جت لازم تنعدي. نطلع فاصل ونرجع تاني لان الكلام مش مهم قوي يعني مفيش مشاكل. هو عمال يبرر اصل اللي حصل يحكي لنا قصه حياته خلاص يا عم خير تعالى اشرح لنا بقى لو كان ولو كنا فاصل ونرجع تاني نلاقي راحه بعد الفاصل. انا لو خمس دول بس الجوله اللي جايه الجوله اللي جايه الاثنين هيفكروا في ايه ميدو هيفكر في ايه وحازم كمان هيفكر في ايه. حازم زي ما انتم عارفين يعني كان عندنا احساس ان في حد بيفكر له مش عايزين نظلم بس تقريبا كان ابتدى يفكر لنفسه غيره. هو الوايلد كارد اللي انا عملته ده خلص عليا كنت ماشي كويس معلش حاسس ان عملت وايلد كارد ده غريبه جدا يعني قبل الوايلد كارد انا كنت مكتسح ساعه ما عملت ام الوايلد كارد ده انا مش شايف. طيب الماتشات اللي الاسبوع مفيش ماتشات حلوه قوي يعني. الجوله التاسعه في مفاجات ايفرتون تالي نتيجه عاديه الاسبوع اللي فات اه اول فوز بعد اربع ماتشات مع عدم فوز ده مهم جدا يعني اه ايفرتون فوز مهم على وست هام وست هام يعني بس على فكره يعني ماتش كويس ماتش حلو. طيب استون فيلا استون فيلا جول اخر دقيقه سيجرتسون جول حلو قوي نتيجه طبيعيه جول حلو قوي قوي في المقص اخر دقيقه 90 نورتش رجع الوضع الطبيعي 0-0 بورنموث ماتش صعب فرقتين صعبين خلي بالك بورنموث فرقه من الفرق الرخمه جدا تشيلسي ماشي كويس لعيبه صغيره عندهم طاقه كبيره جدا عندهم الاسبوع ده ماتش مع اياكس في الشامبيونز ليج ماشيين كويس كسبوا 1-0 تشيلسي كمان في صبر في الماتش اللي فات يعني ماسكين الكوره شوط تاني ماسكين من اليمين للشمال من الشمال لليمين عمالين يلعبوا كوره كتير مسيطرين بشكل كويس مع ان فرقه نيوكاسل كويسه دفاعيا كويسه ليستر طبيعي ليستر لستر كويسين قوي لستر كويسين قوي روجرز المدرب محترم ده التالت او التالت تقريبا في الدوري ماشيين كويس لا روجرز اي مكان بيمسك فيه بص كان في ليفربول اشتغل كويس جدا على فكره روجرز ماتش 1-0 خسران 1-0 في اول ماتش بيرنلي اللي جاب الجون الاول تعرف حازم ان روجرز كان من المساعدين بتوع مورينيو في تشيلسي يعني كل المساعدين بتوع مورينيو على فكره بقوا مدربين كبار تتكلم على اي في بي اي في بي كان في الستاف بتاع تشيلسي تتكلم على روجرز تتكلم على ستيف كلارك ستيف كلارك عمل معاه كتير عمل معاه كتير ستيف كلارك بس هو بعد دلوقتي شويه هو كان مساعد زولف لما انا كنت في وستهام كان مساعد كان مدرب بتاعي توتنهام توتنهام عندهم مشاكل هو كويس لحق نفسه ده في الاهلي كان كسبان الاهلي جاب جول في اخر دقيقه 85 بس كان ماشي كويس لكن هو عندهم مشكله كبيره يعني تحس ان مش عارفين يكسبوا ما عندهمش ثقه لكن طبعا في الشامبيونز ليج كسبوا خمسه وده ممكن يديهم ثقه شويه عندهم ماتش ليفربول الجاي ماتش حلو يعني اللي بعده ايه اللي بعده مش عارف خلاص مفيش تركيز ولفرهامبتون وساوثهامبتون ولفرهامبتون ومين قول لي ولفرهامبتون ولفرهامبتون وساوثهامبتون تعادل طبيعي 1-1 ساوثهامبتون جاب جون الاول بعد كده ولفز جالهم بنالتي جالهم بنالتي كمينيز دخل حطها كويس جدا بصراحه ولفز فرقه محترمه كريستال بالاس بالاس مانشستر طبيعي بيتهيألي مانشستر سيتي بيلعب من غير ست باكات خلي بالك يعني لعب ماتش نتيجه طبيعيه لعب الماتش ده من غير ست باكات لعب فرنانديني الاساسا ديفندر ورودي الاساسا جاي ديفندر لعبهم هما الاثنين
في خط الدفاع، ودي برضو حاجات تخليك جوارديولا بيتصرف ازاي يعني، مع انه عنده ستونز وعنده ناس كلها مصابه واسمه ايه اوتاماندي وعنده لعيبه كسر باكات كتير كلهم مصابين، لعب باتنين سنتر باكين وكسب، وكسب فرقه غلسه كريستال في كريستال، ماتش صعب وماتش تقيل، تعادل ليفربول ماتش صعب على ليفربول، ماتش حلو ماتش حلو، مانشستر لعبوا احسن ماتش مانشستر يونايتد، لعبوا بريتم عالي جدا، اوحش ماتش ليفربول، وغياب صلاح اثر على ليفربول، نقطه مهمه ليفربول برضو ارسنال في اخر الوقت يجيب لك جون ده برضو يرجعه تاني، لان الخساره بتفرق برضو طبعا، ارسنال وحشين قوي قوي، تحس ما عندهمش اي شيب وتحس ان هم ما عندهمش اي كاركتر، ما يعني تحس ان هم في الجدول مش وحشين على فكره، هم خامس تقريبا، بس انا اتفرجت على ماتش شيفيلد بس وحشين فعلا، عارف تحس كده ان هم ما عندهمش اصرار في الثلث الاخراني ان هم يجيبوا جون، يعني تحس ان هم حتى وهم خسرانين 1-0 مش عارف، دي الفريق اللي بحس انه اسم بس بقاله فتره أرسنال. وبعدين هو بحس ارسنال لكن بتتفرج مفيش بيعتمد على لعيبه انت حتى وهم نازلين انت ما عندكش، مش عارف هم بيلعبوا ازاي، هل هم كويسين اللعيبه ده سريع لعيبه حريف لعيبه صغيره كتير قوي بتلعب مفيش يعني، اوباميانج اساسا كويس كل حاجه بس اوباميانج من المهاجمين اللي هم كسلانين يعني، مش هو بيفايت على كل كوره، فان انت تعتمد عليه بس لوحده ما اعرفش يعني، الموضوع برضه بعد ان هو بعد اوزيل بشكل بصراحه يعني في اهانه شويه، بيقعد يتكلم عليه ان هو ما بيطمنش كويس، في لعيبه ماشي انت بتلعب لعيبه صغيره بتجري لكن في الاخر برضه انت محتاج لعيب يعرف يتكلم ازاي في الملعب، يعرف يطلع كوره ازاي تحت البريشر ازاي، يعرف يجيب جون ازاي، راجل لعب كاس عالم وخد كاس عالم ولعب منتخبات ولعب ريال مدريد وعنده ما ينفعش يبعد كل مش كل ده يبقى بره يعني سيبه على، انا عندي راي في الموضوع ده حازم، في لعيبه معينه بتبقى بيوصل للبيك بتاعه بعد كده بيجي في وقت معين الكيرف بيبتدي ينزل، وانا في رايي ان اوزيل في الوقت اللي انت بتقول عليه ان هو كان في ريال مدريد وان هو كان في منتخب المانيا وما كان كله كان مركز بشكل كبير جدا، لو متابع الميديا في انجلترا هتلاقي ان اوزيل مثلا على سبيل المثال كل اسبوع بيخرج على الاقل سهرتين، دي حاجه بالنسبه للمدرب تجنن، كان عنده يوم اجازه راح واخد برايفت جيت ورايح ميلانو وراجع تاني، فبالنسبه للمدرب انت ما هو نفسه ان اوزيل يبقى موجود لانه محتاج لعيب زي ما انت بتقول، بس خلاص واضح ان انت نفسيا يعني بعته خلاص يعني، انا قصدي ان هو ايه دخل، بس انا في رايي ان اوزيل دخل في الكومبو زي ما حازم قال، انت بعته خلاص لما انت بتلاقي المدرب خلاص يعني مش في دماغه ان انت كمان في لعيب ساعات بتسلم وتشيل، ده راجل الماني وراجل انا لعبت مع لعيبه كان المدرب بتاعي يجي التمرين الصبح ويشتغل وبتاع، هو ده المدرب بيبقى بيدور على رياكشن من اللعيب، ساعات المدرب ما بيعمل كده مع لعيب على فكره، بالذات لما يتكلم عليه في الميديا ويقولوا بتاع بيبقى بيدور على رياكشن، لا ميدو بس في فرق ان المدرب يتكلم على اللعيب زي ما انت قلت، اما كنت مثلا هداف تشامبيونز ليج ومدرب يطلع يتكلم عليك عارف ان ده يجيب معاك، لكن في لعيب تاني يدي ظهره، في مدرب يدي ظهره للعيب خلاص، ما هو مدرب بقى لازم يقيس شخصيه اللعيب، طفى مكانه يعني، المدرب لازم يقيس شخصيه اللعيب، هل اللي انا بعمله معاه ده هيجيب رياكشن كويس ولا بص كل لعيب كل لعيبه حازم لا ليه طريقه معينه، وعشان كده احنا حتى في الدراسات اللي احنا بناخدها بيقول لك اهم حاجه في التدريب ايه، المان تو مان مانجمنت، اللي هي ازاي ان انت بره الملعب كل لعيب ليه حاجه نفسيه. عايز اقول لك على قصه، انا عارف ان حازم مستعجل بس عايز اقول لك على قصه، حازم مستعجل وجاي معانا ضيف يعني، بس قصه برضو اول مره اقولها اوريك ان التدريب ده ان قصه المان تو مان مانجمنت دي مهمه جدا. عارف مره حازم وانا بدرب الزمالك لقيت 3 ايام عمر جابر، خليك معاهم مش مهتم بيك قوي، انا مركز معاك، عمر جابر مفيش كره في التمرين بيبصيها صح، مدلدل كده كل كره بيبصيها غلط، فجننت يعني ليه، لان عمر لعيب كويس وعمر علاقتي بيه كويسه جدا مش فاهم فيه ايه، فقلت لهم عمر في حاجه، فقلت جبته في كنا معسكرين في الدفاع الجوي جبته في الاوضه عندي، عمر في ايه، ايه مالك في ايه يا كابتن، مفيش حاجه يا ابني في ايه، قول لي اتخانق مع خطيبتك بتاع، قول لي في ايه، انا عايز، انا حاسس ان في حاجه، عرفت انا الموضوع ايه، وده مش تقليلا من عمر يعني، بس تخيل عارف الموضوع ايه، عشان اوريك ان الناحيه النفسيه مهمه جدا، ان هو من 3 ايام بعت لي واتساب وانا ما ردتش عليه، يعني هو بعت لي واتساب وانا انشغلت ما ردتش عليه، ف وقع نفسيا وقع يعني، في لعيبه المان تو مان مانجمنت، ان انت لو 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 انت مش واخد بالك من كل حاجه ممكن تخسر لعيب واتنين في الفرقه صحيح. وانت طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسبوع الجاي الاثنين هيعملوا ايه في الدوري الانجليزي وتوقعات اللقاءات الاسبوع القادم بعد الفاصل. We'll be right back.
فانتسي. هنتكلم على ماتشات الاسبوع اللي جاي في الدوري الانجليزي، بس قبل الاسبوع اللي جاي برضو لازم في لقطات كده في الدوري المصري سريعا نعدي عليها مع وادي دجله، كانوا هيحطوا عليك ميسي. ما سمعتش. لا لا ماتش، بص في ايام كده لسه كنت حتى بتكلم مع حازم. بص انت ربنا سترها معاك الشوط الاول. ربنا ما سترهاش معايا. لا لا ربنا سترها معايا الحمد لله طبعا. الحمد كل لله. حاجه ايوه ايوه مش انا مضيع فرص، انا مضيع فرص زي وادي دجله. انت بتبص على يفاجئك بالرد. لا فرقه متعبه وادي دجله، فرقه متعبه لاي حد. انت اتفرجت على الشوط الاول؟ متعبه لاي حد. انت شفت الشوط الاول؟ شويه شوط الاول شويه. طب شفت الشوط الاول؟ ممكن اقول لك حاجه؟ ربنا يعني الوالد عندي. لا الجون بتاع مين؟ الجون بتاعك كان كويس قوي. حمدي ده كويس قوي. لا الشوط الاول عندي الحمد لله. الشوط الاول كان ممكن ما يبقاش بيشتغل بيجو كويس قوي. الشوط الاول كان ممكن ما يبقاش فيه شوط تاني. لا يا الشوط الاول سيف انا مضيع. انا مضيع ما تتكلم الصح انت مضيع الكره اللي في الفيلم. بقول لك ايه عرفت الراجل ايه بس كان عارف الجول الاول. عارف الجول الاول دخل بعد قد ايه؟ 40 ثانيه 50 ثانيه. لا والله بقول لك انا كنت في الجيم ماشي طالع الحكم صفر، فطالع انا على التريد ميل لقيته بيصفر تاني يصفر الماتش. انا مش بهزر والله العظيم. ممكن تسيبني اتكلم؟ اتفضل. هتتنرفزت على لا اتكلم. اقول لك انا بقول اللي حصل والله الشوط الاول. في حاجات في اوقات كده بتبقى كل حاجه ضدك ان انت تتغلب. فان انت تطلع متعادل ده انجاز كويس. لا دي حقيقه. اقول لك ليه بقى؟ وان انت الشوط الثاني انت بتلعب لوحدك. دي حقيقه برضه. ماشي اقول لك حاجه. طيب ما انت قلت الوحش ما قلتش الحلو. لا انا قلت الحلو. انا امبارح على الهواء قايل الحلو. طيب قلت وادي دجله الشوط الاول مقصه ما جاتش مصر مقصه. الشوط الثاني بصراحه طيب. مينو تفوق على نفسه. ده المدرب بقى. المدرب لما يبقى في اخطاء دلوقتي ده المدرب. انت بقى دلوقتي جيت ده المدرب في اخطاء يعالجها. اسمعني بس في ساعات بيبقى في حاجات ممكن تحصل كلها ضدك. الجول الاولاني في حظ كبير جدا، الكره عملت باونس من فوق مودي ودخل الجول. بس سيبك من دي. الجول الثاني اوفسايد رسمي. رسمي ما فيهاش هزار يعني 2 متر اوفسايد. تبقى 2-0 قبل ما يجيبوا الجول الثاني. موزيس جايب جول حازم متر مش اوفسايد. في حاجات قرارات ما يعني. بس بقول لك يا ميدو انت عندك الجزء اليمين، الجزء اليمين ده امبارح مفتوح. الولد بيعمل القصه، بيعمل فرق سرعات. انت بتلعب عليه واحد انا مش فاكر مين. سيف انا مش فاكر كنت بتلعب مين في اليمين. عايز اقول لك حاجه. قول لي بس الكوتشنج. حسني لا مش حسني. حسني امبارح الولد بتاع وادي دجله معدي من عليه 5 مرات. طيب حاسب 5 مرات. طيب فرق سرعات. طيب كده عليكت. كده فاهم قصدي. وبيعرض الماتش كان مفتوح قوي. مش قادر ان هو يجيبه. لازم يلعب كتير على فكره يا جماعه. طب عشان اشرح لك. طيب شيب. انا بدات بثلاثه ورا. طريقه ثلاثه فيها ادوار مركبه. انت على طول بتعند في ثلاثه دي. ما بعرفش ده اول مره. ما بيجيش مع اللاعب الاصلي. هو ماتش ده بس ادوار. لا يا وادي دجله كان بيلعب ثلاثه برضه. ايوه فيها ادوار مركبه. انا كنت عايز اقفل حاجات معينه في وادي دجله. الموضوع ما مشيش تمام. بين الشوطين غيرت الدايموند تاني. لعبت 4 مش اهم. الاهم من كده ان انا زقيت حسني في نص الملعب لان حسني كان عنده مشكله في السرعات. ولعبت عاصم على يعقوبه لان عنده سرعات كبيره. وعملت تغييرين بين الشوطين. نزلت صلاح امين مكان عمرو بن مرعي ونزلت فوافي مكان شريف حازم. ولعبت الثلاثه لعيبه على الدايره وابتدينا نضغط على الرجل بس كنا احسن. فاحنا يعني فبعد بص الكوتشنج ان انت افكار في فوق كويس ان انت على فكره في مشكله برضو او حاجه كويسه في الكوتش ان هو لما زي يحصل كده 2 ومش شايف يجيله بانيك ما عارفش يتصرف يعمل غلط. لا هو طبعا يحسب له. انا قلت للعيبه رجع عندك حته امبارح فيها مشكله. انت اتاخرت امبارح في حسني. يعني انت شفت امبارح. بين الشوطين لازم استنى بين الشوطين. انت خسرت 2-0 وشفت الحته اليمين دي فتحت. كانت ممكن ان الحته اليمين تفتح. كان ممكن تطلع الشوط الاول 3-4. الفرق السرعات مع الولد غير طبيعي. ماشي لازم في وقت من الاوقات انت مش متخيل. بص في وقت من الاوقات لازم تصبر لبين الشوطين عشان تغير سيستم اللعب عشان تتكلم مع اللعيبه ويبقى عندك وقت ان انت تشرح مره ثانيه والادوار بيبقى لازم ان انت تصبر. فانا كنت شايف ان بين الشوطين انسب توقيت. عارف انا دخلت اللعيبه قلت لهم ايه الماتش اللي فات الماتش اللي بتاع امبارح. انا دخلت للعيبه بين الشوطين واحنا مغلوبين 2-0 وممكن يكون لاول مره في التاريخ ان المدرب يقول كده للعيبه. دخلت رفعت ايديا قلت لهم ان انا بعتذر لكم ان انا ظلمتكم في الملعب. انا اللي غلطان. الماتش مش عندكم. الماتش عندي انا. انا لعبت غلط ودلوقتي هنلعب صح وهنكسب. انا بقول لكم ان انا لعبت غلط وقلت كده للعيبه. حتى اللعيبه استغربت بين الشوطين. وبعد ما بعد الماتش قلت لهم الطريقه اللي احنا لعبنا بيها مش غلط بس احنا مش عارفين ننفذها. انا بعتذر لكم وانا بقول لكم هو مش عيب في الكوره ان الواحد يبقى شجاع ويعتذر. انا بقول لكم الشوط الاولاني ده عندي والشوط الثاني عندكم. انا هغير طريقه اللعب. هنلعب كذا وهنعمل كذا وهنلعب كذا وهتشوفوا. قولوا ميدو قال ان احنا هنرجع الماتش ده على الاقل حاجه هنتعدى. بس ليه وانت بتكسب بطريقه وعامل ماتش جامد قدام المصري تيجي تغير الطريقه؟
هو برضو ما برضو المنافس برضو يعني انت في اللعب قدام دجله مش سهل، فرقه كويسه جدا ومتحفظين كويس جدا. خلي بالك يا سيف في نقطه الناس مش واخده بالها، تاكس شغال مع الفرقه بقاله اكتر من سنه ونص، صح. انا راجل لسه شغال بقى 3 شهور، فالموضوع وبعدين جاي شغال بعد مدرب، طبعا مدرب كبير الكابتن طلعت يوسف ورب احترمه فوق دماغي، لكن بيلعب باسلوب لعب مختلف خالص غيري. فاللعيبه متعوده على سيستم لعب وعلى انت لسه بتحفظهم حاجات مختلف، فالتدريب صدقني يعني محتاج وقت، ومحتاج بالذات ان اللعيب المصري محتاج ان انت تقدر. بس عايز اقول لك حاجه، في وادي دجله انت شفتها امبارح طريقه وادي دجله حازم برضو عايز يطلع من عند عبد المنصف، الطريقه دي عايزه برضو نفس وفتنس رهيب. الشوط الثاني ما بتقع والفرقه تضغط عليك من قدام، الفرقه بتقع. مشكله الراجل تكيس، مشكله التكيس ده ان عنده ما عندوش ان هو كسب 2-0 يحافظ على الماتش، هو فاتح الملعب على طول على طول فاتح الملعب يعني، وهي 2-0 ميدو واحد بيضيع انفرادات كتير، طب 2-0 يقفل الملعب ممكن. هي دي مشكله التكيس ده، لو عمل مثلا بلان بي او قفل نص الملعب شويه ممكن تلاقيه بيكسب ماتشات كتير. ما بيقفلش حازم لان بيبتدي من كل الماتشات بيبقى هو دايما كاسب على فكره، او بيخسر او بيتعادل في الاخر، لانه على طول فاتح الملعب وبيلعب بنفس الريتم والسرعات. اللعيبه بتقع منه لان السرعات دي كلها ما ينفعش 90 دقيقه تلعب بنفس الريتم وفاتح الملعب على طول وعايز تعمل سبرنتات وعايز تقطع من ورا. ما اعرفش هو بيلعب كوره حلوه جدا بس ما في الاخر كمجمل ما بيكسبش ولا ماتش لغايه دلوقتي. عنده الشوط الثاني وحش قوي فعلا، لان خلاص اقفل شويه ممكن اللي انت طبعا اللي كابتن حازم بيقوله صح، بس في نقطه مهمه جدا في الكوره. طبعا انا بالنسبه لي تاكس واحد من افضل المدربين في مصر. طبعا بس اول امبارح قلت له يو ار جريت كوتش اند بيج جيم يو بلاي ذا بيج جيم. الكوره دلوقتي يا حازم مفيش حاجه اسمها ان هو مدرب بيشتغل من غير فيتنس كوتش جامد. الفيتنس كوتش دلوقتي بالتكنولوجي اللي دخلت في علم التدريب اهم حاجه في الكوره، فالنهارده لازم يبقى عندك فيتنس كوتش على اعلى مستوى، وبعد كده كل اي حد تاني في الجهاز تجيبه. يعني انا اول قاعده مع اللواء محمد عبد السلام فيتنس كوتش، يا اما مش هاخد الشغلانه يا كابتن. طب بتاع لو ما جبتش فيتنس كوتش من بره بتاعي مش هشتغل. وقلت كده للواء محمد مش هشتغل. الناس جت اقتنعت بكلامي، جبت فيتنس كوتش محترم عنده سي في قوي وشغال. النهارده الحمد لله فرقه المقصه من اكتر الفرق فيزيكلي اللي بتقدر تكمل 90 دقيقه. ليه؟ من ضمن العيوب اللي موجوده في وادي دجله ان هم الشغل اللي هم بيعملوه بالكوره ما فيهوش اي اكسكلوزيفيتي، ما فيش انتنستي عاليه كتير في السيشنز اللي بيعملوها. وانا عارف كويس ان هم بيشتغلوا ازاي يعني. فده بيخليك يا حازم بتوصل الدقيقه 65 70 زي ما الشيف بيقول لك ان انت على طول محتاج فيه سرعات والكلام ده، الحته بتاعت الاكسكلوزيفيتي الشاربنس اللي هم بيشتغلوا بيها بتقل، ما تقدرش تشتغل بيها 90 دقيقه وانت بتطلع من تحت. ما تقدرش. فالنهارده معلش مع احترامي طبعا كل مدرب ليه مدرسته وكل مدرب ليه كذا، النهارده المدرب اللي عنده القدره او شغال في مكان يقدر، في مدربين ما عندهمش الامكانيات فخلاص بيعمل كل حاجه بنفسه. لو عندك القدره والامكانيات ان انت تجيب فيتنس كوتش وما تجيبش، في رايي يعني ده انتهى بيه القصه. بس هو ممكن برضه ميدو يغير الحته دي شويه في اخر ربع ساعه ساعه ان يقفل الملعب شويه. انا عندي سؤال، ما ينفعش فرقه تقعد على طول طاير على طول. سؤال، حضرتك هتبقى مدرب؟ والله يعني بفكر يا كابتن مصر، يعني احنا فاضيين ومعندناش مشاكل. انا حجزت له خلاص في ويلز، فانا حجزت له والله في ويلز هظبط فيها ان شاء الله. هيروح ويلز هيعمل الرخصه بيه في ويلز في الجامعه. انت مش عايز تقول ان ميدو جاب لي؟ مش فاهم لسه بنقعد مع بعض. ايوه ماشي لازم يعني. هو انا هتحايل عليك؟ ده مش شايفك. ده انا بعمل لك خدمه، انا بعمل لك خدمه. لا هو مش شايفك ومش عايز كده ليه؟ ما يعرفش. انا بعمل له خدمه. ده صاحبنا هجيب لك اكسبشن. هيعمل لك اكسبشن. عايز تقول الناس يا ميدو عايزين نفاجئ الناس فجاه ان انا معايا البتاع. ماشي يعني انت هتبتدي تشتغل فيها فعلا؟ يا ربنا يكرمك ان شاء الله. يعني اللي جاي حازم امام؟ لا يعني ما يعني هي حاجه حلوه الكوره عامه بغض النظر. ما يعني ما تقوليش حاجه حلوه، رد عليا. رد عليا انا هعمل كل حاجه. انا هجيب لك اللايسنس وانا اللي هجيب لك اول شغلانه. ما انا ممكن اول بوزيشن انا اللي هجيب. ما ممكن انا اخد لايسنس وبعدين ما يجيليش شغل. ما لا هيجي لك ان شاء الله هيجي لك. لا ما انت صاحبنا الدنيا. لا دي موضوعنا بقى. بقول لك ايه؟ عارف موضوعنا بقى. مش عارف اعمل ايه غير والله. يعني اعمل ايه ده عليك؟ لازم تيجي وانا بلعب. يعني دخلناك مجال الاعلام هنيجي نجيب نقط بقى اكيد هنزق برضه. مش عارف اعمل ايه من غيركم والله العظيم. بس اللي جاي تدريب ان شاء الله في دماغي. ان شاء الله مش اداره. لا العمل العام. لا مفيش عمل عام خلاص. انا لا أنا مش اداره. قلت العمل العام ده ماليش دعوه. مش اداري يعني. مش اداري خلاص. ما هو الاداري ايه؟ ما هو عمل عام يعني. لا ممكن عمل عام وممكن مدير اداري يعني. ممكن. لا ممكن سبورت دايركتور. حياه الكوره حلوه لكن كاداره عامه كده. كاداره عامه كده رايح لفني دلوقتي خالص يعني. رايح سبورتس دايركتور. ما خلي بالك ان سبورتس دايركتور ده فني برضه. فني طبعا. انت اللي بتعمل انت بتعمل فرقه وبتعمل ناشئين فرقه مع مدرب بتعمل الشكل. يعني هي سبورتس دايركتور دي شغلانه فنيه بحته. يعني انت مش كوتش بس. السبورتس دايركتور ده حاجه كبيره جدا. لكن انت العمل التطوعي اللي ببلاش ده خلاص سبته. موضوع ببلاش. موضوع العمل لا العمل العام. العمل العام مش التطوعي. التطوعي بالعكس
تطوعي ده حاجه كويسه جدا بس أيوة. العمل العام بس ان هو ببلاش ده مش لا العمل العام كابتن حازم كابتن حازم المناصب التطوعيه انتهت من العام كله لازم يبقى في سالري مش موضوع تطوعي موضوع ان انت بتعمل حاجه والناس في عايز على طول عايز الانترفكشن وده صعب في الكرة صعب دلوقتي مش كل حاجه ما حدش بيكسب على طول صح. انت هنا في مصر اول ما بتخسر لازم الدنيا بتتقلب وانت وحش وانت فاسد وانت سيء وانت صح. الناس كلها مفيش حاجه اسمها ان حد يروح يشتغل ببلاش في ناس بتخسر العالم بس انت لازم الخساره عايز اسال مش ال... مش ال... مش ال... مش, ال... مش الوزير بياخد سالري طب ليه عضو مجلس الاداره ما ياخدش سالري يعني الموضوع على فكره مش موضوع السالري ولا مش السالري هنتكلم فيه لانه وقتنا خلص الموضوع هو ان انت بتعمل حاجه مقابل انك تعمل صح وتخسر دي كوره العالم كله مفيش غير بطل العالم بيكسب واحد طيب ممكن ناس ممكن في ثانيه لان لازم دلوقتي هيطوع علينا ممكن الدنيا. الاسبوع العاشر ممكن الاسبوع العاشر تقراه لنا سريعا فين الاسبوع العاشر اهو مع حضرتك الاسبوع العاشر ساوثهامبتون ليستر سيتي ليستر سيتي مانشستر سيتي ها مانشستر سيتي برايتون ها قول لي ايفرتون قول انت مين المشكله بتاع قول لي انت قول حازم سريعا ساوثهامبتون ليستر سيتي مانشستر سيتي واستون فيلا ساوثهامبتون وليستر سيتي تعادل برايتون ها برايتون ايفرتون ولا مانشستر سيتي اولتون برايتون وايفرتون برايتون تعادل وستنهام افتكر الكلام بتاعك وستنهام ولا وستنهام واتفورد واتفورد تعديت واتفورد ليه واتفورد هيكسب انا مش شايف واتفورد هيكسب بورنموث تشيلسي ها وستهام وشيفيلد يونايتد وستهام هيكسب نيوكاسل بيرلي يا ابني لسه يا ابني استنى يا ابني في حته ثانيه يا جماعه فاضل ثانيه انت لسه بيرلي تشيلسي تعادل او تشيلسي نيوكاسل وولفرهامبتون نيوكاسل ارسنال ها ارسنال بالاس ارسنال ليفربول ماتش حلو يونايتد مانشستر 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 يونايتد هيكسب طيب انت عارف عرفت قفل حازم امام الاسبوع اللي فات اقوى قفل بتاع الكابتن البدري ولا ما عرفتوش ايوه القفل اللي قصر مصر عرفت الكابتن حسام بدري في الماتش اللي فات كان موجود في ماتش الزمالك والمقاولين حط عينه على مين لما سالت حازم على الهواء ده بس حيت ناخده من المنتخب قال مين قال طارق حامد وفرجاني ساسي بشكركم تصدق الكلام ده لا ما تصدقش حازم على ايه ما تصدقش ان هو كده بجد والله اقسم بالله العظيم قال لي مين احسن ناس في الماتش النهارده قلت له كابتن حسام بدري يحط على مين مركز في سؤالك لا لا بيقول لي مين احسن ناس يعني انت اللي ترقع لك من اول الحلقه وبتتعاطف معاه لا يا حبيبي انت بتقول لي مين مين كان كويس في الماتش فبقول لك طارق حامد وفرجاني ساسي لا يمكن يوصل بيه الحل مش معقوله يعني طلع لي اشاعات كده يمكن يوصل بيه الحل كده هو قال لي فيلينجز في اول كابتن حازم شرفتني ونورتني ربنا يخليك يا سيدي كابتن ميدو نفسي اعرف فالناد بيجيب بشكركم شكرا جزيلا خلاص بجد والله العظيم تجيب الحاجات منين مره يجي بتاعك كده دي بتاع هنا على الشمال دي تكبير والصغير بقول لك ايه عشان خاطري بلاش لا بلاش انت خالص القصص ايوه انا صغير انا عندي 36 سنه عندك ايه 36 انت راجل عندك 45 45 ايوه عندي 55 55 طيب بشكركم شكرا جزيلا نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي في نفس الحلقه استنونا نشوفكم على خير